بقول لكم اي حاجه بنعرف نعملها طبعا. أسم إيه؟ 8؟ طب الساعة لسه 10 إلا ربع، إيه المشكلة فيه؟ أنا أسم نية دي ساعة أسم ده تقريباً بيشتم عشان معلش يا عم، قول إيه المشكلة يعني؟ هو أنت ليك إن الشغل يخلص يا عم، أنت مالك؟ اللي تقابل 8 ما يتعملش 10 يعني؟ والناس لسه نايمة أهي. تحضير الشغل يا أدوسم، تحضير الشغل أهم من الشغل. طيب بوتي هنا الشغل؟ اتفضل يا شغل بوتي. خلاص يا عم، أنت هتعلمنا شغلنا خلاص. أهو يا عم طولك هاي سيبا تو 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 دبره. ايه الاوفر ده؟ اوكي ماشي. المشكله في النافوره يعني؟ النافوره عايزه سباك في ايه يعني؟ مش اكيد عايزه سباك مش بيستحموا فيها، هتلاقي في شعر سدد البلاعه ولا حاجه. ماشي خلاص فل. خلاص تاكسي تاكتو. خلاص يا ادي في نظام في الشغل بالراحه. ماشي خلاص اتفضل انت. يو جو وي ويل ستي. كم باك هتلاقي كل حاجه اوديت، ما تقلقش. اوكي ماشي. على السخان على السخان. روح انت وارجع هات لنا، خلصنا كل حاجه. يلا تمام. بص يا رجاله، اهم من الشغل ظبط الشغل. ها استنوني لحظه بس. طعمها مش قد كده ولا الفول. يلا خلاص لازم نشرب سجاره بقى ونحبس. سجاره؟ سجاره شومه؟ لا يا حبيبي. تبقى بطل هذا. ادوسن اشرب سجاره بقى. تعال اشرب شاي يا ادوسن. عايز ايه يا عم؟ ايه؟ اشرب سيجارة تمشي الشغل هيتعمل. بالراحة. هيخلص الشغل يا ادوسن، هتصلح النافورة، الدنيا طارت. اشرب الشاي واهدى بقى. ما دام جينا خلاص. الشغل مش هيطير، بس الشاي ممكن يبرد.